بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات سوبر الأبطال. خلاص دي آخر بطولة في هذا الموسم للألعاب الأخرى، سوبر كرة السلة الرجال، الأهلي والاتحاد بيست أوف فايف أو الأفضل في 5 مباريات سلسلة النهائي. الحقيقة كل المباريات اللي فاتت أو كل البطولات اللي فاتت في كرة السلة كانت الحقيقة يعني كثيرة وعديدة، ولكن بسبب البطولات الكتير كرة السلة رجال هي آخر فرقة في الألعاب الجماعية بتنهي الموسم بتاعها. المباراة هتقام يوم بعد يوم، يعني يوم النهاردة احنا بنتكلم يوم الجمعة، جمعة حد ثلاث خميس سبت، دي المباريات هيبقى بفاصل يوم واحد. لو رحنا المباراة 5 ممكن إن شاء الله يعني فرقة تفوز بال3 مباريات، فما نروحش ليه مباراة 5. نادي الأهلي هو حامل لقب هذه البطولة، نتمنى طبعا أكيد التوفيق لنادي الأهلي النهاردة، ونتمنى إن شاء الله نشوف مباراة تليق بسمعة كرة السلة في مصر. خليني أقول لحضراتكم إن النهاردة طاقم التحكيم طاقم أجنبي، وده بناء على رغبة الفريقين، وده الشيء يعني الجديد إن الفرقتين عايزين حكام أجانب، لأن الحقيقة الماتشات بتبقى فنيا عالية جدا، ويعني التحكيم المصري ما زال يعني بيعاني الحقيقة من أخطاء كثيرة الحقيقة في المباريات اللي فاتت، فالفرقتين كان طلب مشترك استقدام حكام أجانب. إن شاء الله نشوف مباراة فنيا عالية جدا. مباراة ستقام في استاد القاهرة، صالة رقم 1، عودة مرة أخرى لاستاد القاهرة، غابت عنه مباراة كرة السلة في السنوات الأخيرة بعد افتتاح مجمع الدكتور حسن مصطفى، ولكن هذه المرة عودة مرة أخرى لاستاد القاهرة صالة رقم 1. المباراة ستقام في تمام الساعة 8 بإذن الله، وأكيد زي ما عودناكم نروح لأرض ملعب أثناء الاستوديو التحليلي عشان نقل لحضراتكم أو يعني حط حضراتكم في استعدادات ما قبل المباراة وحضور الجماهير، خاصة النهاردة في عدد كبير من الجماهير هيحضر، مش كبير قوي يعني، هو سمحهم 500 متفرج أو 500 مشجع لكل نادي، ده بالإضافة طبعا للقائمة أعضاء مجلس إدارة الناديين والليستة اللي بتيجي من كل الأندية. نتمنى إن شاء الله نشوف مباراة جيدة النهاردة. برحب بضيوفي اللي منوريني في الاستوديو واللي إن شاء الله هيشاركوني النهاردة المباراة فنيا وتحليليا. برحب بكابتن محمد سلعاوي نجم نجوم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر وعضو لجنة انتقاء المواهب الحالي بالنادي الأهلي. أهلا بيك يا كابتن سلعاوي. أهلا بيك كابتن أيسم، وفرصة سعيدة إن احنا معانا الكابتن ميشو، وإن شاء الله تكون يوم جميل علينا وعلى وتكون مباراة يعني تعيد سمعة كرة السلة المصرية. كل سنة وحضرتك طيب وبعودة لأيام يا كابتن. إن شاء الله علينا وعليك يا رب. برحب بنجم منتخب مصر ونادي الاتحاد السابق وأحد طبعا زملاء الملاعب بوينت جارد منتخب مصر فترة طويلة وأيضا نادي الاتحاد وله تاريخ كبير، برحب طبعا بكابتن إمام ميشو او الشهير بميشو. كابتن ميشو ازيك؟ اهلا بك كابتن هيثم، منورنا. سعيد جدا ان انا موجود النهارده معاك ومع كابتن سلعاوة وفي قناه الاهلي. انا متعود ان انا ده يعني طبعا ضيفنا العزيز، دايما ببقى موجود معاكم هنا، وان شاء الله كده تبقى المباريات الاخيره دي او الفرقه اللي هتحتفل بالدوري زي ما احنا متعودين دايما في قمه الاثاره والمتعه. نعم. يعني ويمكن الكثيرين ما عرفوش امام دي يعني دايما يعني انا واحد من الناس برضو بعد سنوات طويله ميشو برضو ميشو يعني برضو بالظبط الله ينور يعني النادي والمنتخب يعني لا ربنا يخليك. منور ده يا كابتن، ان شاء الله ونشوف مباراه تليق سمعه كره السله في مصر. كابتن سلعاوي النهارده المباراه، قبل ما اروح طبعا لتفاصيلها الفنيه، المباراه النهارده بالنسبه للفريقين مهمه جدا، الستارتنج مهم طبعاً جدا. انت النهارده بتديك الافضليه في 5 مباريات. النادي الاهلي يعني عانى الفتره اللي فاتت من اصابات وعانى من عدم توفيق او عانى من بعض الخسارات خاصه في البال، ونادي الاتحاد عايز يطلع السنه دي ياخد الدوري ومن حقه ان هو يفكر عايز يشارك في البال، ولكن النهارده المباراه كل ده محسوب بالمباراه او الستارتنج بتاعها. شايف مباراه النهارده ازاي؟ لا انا شايف المباراه بالنسبه للفريقين صعبه جدا، كل فريق ليه هدف، في تحدي جامد جدا ما بين ان النادي الاتحاد السكندري بطل الكاس، النادي الاهلي السنه دي عايز يحسن الصوره قدام الجماهير ودي بطولته المفضله بقى له كذا سنه بيكسب وبيروح البال بنتائجها، واعتقد ان دلوقتي اتنين فرقتين يمتلكون اتنين مدربين على كفاءه عاليه جدا، اذا كان احمد عمر او مستر اوغستي، والاثنين كتاب مفتوح بالنسبه لبعض لان ده سادس سابع ماتش تقريبا من الموسم ده. واللعيبه برضه نفس الكلام ان هم عماد الفريق القومي سواء من الاتحاد او من الاهلي او من الاهلي او الاتحاد، هم عماد الفريق القومي. فالمباراه من على الفرقتين صعبه. النادي الاهلي الحمد لله بعد ما رجع من البال من متابعتنا لتمارينه في يعني الحمد لله مفيش اصابات في احسن حالاته اليومين دولت،
نتمنى له نتمنى التوفيق ونتمنى ان احنا نشوف مباراه جيده. يعني ايه انا عايزين لعيبه تفرج الناس على باسكت حلو الناس، لان النهايات دي بتسيب هي اخر ذكرى بالنسبه للجمهور لغايه الموسم الجديد لما يبدا. البدايه لازم تكون قويه لان البدايه هي اللي انت بتقدر تحط عليها الاساس. نعم اشكرك كابتن سلعاوي. خلينا ننوه عن امر مهم طبعا، هو ان اللي مش هيقدر يشوفنا على شاشه قناه النادي الاهلي لاي ظرف يعني يقدر يتابعنا على السوشيال ميديا، على صفحتنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. احنا بثين المباراه بث مباشر، تقدر تتابع فرقتك في كل مكان وفي كل زمان. كابتن ميشو، مباراه النهارده اكيد مهمه، نادي الاتحاد فاز بمباراه كاس مصر، يمكن السنه دي تقاسم الفريقين، تقاسم الفوز، وحضرتك هتستعرض ده معانا، تقاسم الفوز في يعني اللقاءات اللي اتقابلوا فيها، ومباراه مهمه للاتحاد بلا شك. النادي الاتحاد ما شاركش في البال في اي نسخه من نسخ المباراه، او النسخه اللي كان هيشارك فيها تم الغائها، ولكن هو النهارده اكيد يعني حقوق مشروعه وموسم طويل. شايف النهارده حظوظ نادي الاتحاد او نادي الاتحاد يخش المباراه ازاي يا كابتن؟ بص يا كابتن، نادي الاتحاد يمكن وضعه يختلف عن النادي الاهلي شويه. زي ما انت قلت، يمكن النادي الاهلي لعب البال، لعبها يمكن مرتين. النادي الاتحاد برضو من حقه ان هو يطمع ان هو يدخل في الحته دي. نعم. هي دائما العقبه بالنسبه لنادي الاتحاد هو النادي الاهلي. احنا بقالنا اخر كام سنه نتكلم باسكت بول، اخر كام سنه فاينل الاهلي الاتحاد ما بعيد يعني، طبعا مع كامل احترام الباقي الانديه سواء الزمالك، جزيره، سبورتنج، كل الكلام ده كله، بس النهارده الواقع، العمليه الواقع بتاعنا بالورقه والقلم بيقول اهلي الاتحاد. نعم. اهلي الاتحاد ودايما بتخلص غالبا دايما للاهلي. فالنهارده الاتحاد له مطمع، له هدف، له هدف يعني محتاج ابعد هو من البطوله، ابعد هدف من البطوله، هدف ابعد كمان من البطوله، بس علشان يوصل بقى كابتن هاسم للحته دي لازم يخلص اللي احنا فيه النهارده. فهو بالنسبه له عنده تارجت ودوافع، التارجت بتاعه ودافع ان هو يقدر يروح للحته دي. يمكن النادي الاهلي اوريدي عمل الحته دي، والنهارده برضو النادي الاهلي عايز يحافظ، لا انا اللي موجود فانا برضو عندي مطمع، اخفقت في البال، عايز اصالح جماهيري وافوز، فعندي دافع برضو. ما هي دي، هي النهارده دي برضو خلينا برضو نتكلم، هي سلاح ذو حدين. نعم. بالنسبه للنادي الاتحاد هو خدها سلاح ذو حدين، الاهلي جاي ما عملش التحقيق الهدف المطلوب في البال بالنسبه له، محتاج ان انا يبقى انا اقدر ادوس في الحته دي علشان اوصل. النهارده الاهلي لا، قال لك لا مش انا اللي هطلع كده من المولد كده بقى موسم من غير بطوله الدوري او الكاس. نعم. فالنهارده هتلاقي الاثنين عندهم دوافع. النهارده هتتفرج على مباراه النهارده، انا متهيألي الموضوع مش هيبقى فنيا بس، لا ده هيبقى عمليه فيها حافز وشده، هتلاقي في نوع من التوتر يعني، ده اللي انا يعني. طب كابتن شايف النهارده يعني الفرقتين خلاص حافظوا بعض، وزي ما كابتن سلعاوي قال لك الفرقتين النهارده سبع مباريات، ده في الموسم ده بس. تمام. ده عندك المباريات المواسم اللي فاتت لعبنا برده 10 مباريات كل موسم، فخلاص والتغييرات في اللاعبين بيبقى مش بالشكل الكبير، فخلاص حفظنا بعض. شايف النهارده نادي الاتحاد، وهروح طبعا لكابتن سلعاوي اساله نفس السؤال، نادي الاتحاد عشان يفكر في فوز مباراه النهارده، هو من وجهه نظره ومن وجهه نظر كابتن احمد عمر المدير الفني، لازم يعمل ايه النهارده؟ ايه اللي بيتميز بيه النادي الاهلي هو لازم يوقفه، وايه اللي لازم هو يعمله على النادي الاهلي؟ بص يا كابتن ياسر، انا هكلمك بحته فنيه تخص كمدرب باسكت. احمد عمر هيواجه مشكله كبيره جدا مع مستر جوستي. مستر جوستي في عنده مشكله النهارده، ممكن انت تقعد تتفرج على الجيم مرتب على حاجه معينه، بيجي يفاجئك على حاجه ثانيه خالص. ما دي خلي بالك، دي ده اسلوب وده من اسباب النجاح بتاعت مستر جوستي. انا النهارده بشوف النادي الاهلي في وقت من الاوقات ان هو مثلا لما بيلعب سكرين بول اللي هو بيعمل تراب، فانا ببدا اشتغل على الحته دي، باجي الاقي عمل حاجه ثانيه خالص. فبيبعدك عن الحته، كل ماتش بيلعب لك بطريقه معينه سواء دفاع او هجوم. دي دي دي, نعم. دي المشكله، ودي واجهها يمكن نادي الاتحاد، ويمكن بس حته احمد عمر كمان ان هو الى حد ما بدا يركز في الحته دي، وعشان كده زي ما احنا قلنا ان الست ماتشات اللي لعبوا مع بعض 3-3، 3-3، 2 مرتبط و2 تمهيدي، واحد كاس واحد في بطوله عربيه. فانت النهارده بداوا يقروا بعض، فالنهارده في صعوبه. يعني النهارده في صعوبه، هتيجي تقول النهارده اصل انا هقفل على ناس حاجه ثانيه خالص، هتلاقي موضوع حاجه ثانيه. الكلام ده هتعرفه من خلال الجيم، يعني من خلال الجيم هتشوف الرؤيه بتبان النهارده ازاي. النهارده ممكن النهارده النادي الاهلي يلعب
عامل حسابه انك انت بتلعب عليه مان تو مان وفجاه يلعب لك زون. ممكن احنا نادي الاتحاد ماشيه معاه جدا في الـ في الـ في الزون بالظبط. والنهارده الاتحاد من اهم المميزات بتاعته اللي هو اللي يطلع يكسب لازم يكون 3 بونت. نادي الاتحاد من غير 3 بونت لا ما مش هيكسب 8 9 3 كل مش هيكسب. لو جابهم نادي الاتحاد بيكون في فورمته نفس بعد عن النسبه دي بيبعد على الفورمه بتاعته تماما. النهارده نفس الكلام النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده قوته في حته الريباوند. النهارده عشان وجود عدد اطوال في النادي الاتحاد النهارده الناس البيج مان الفورورد سواء عمر طارق سيف سمير الناس اللي موجوده طبعا لو ما دخلتش وعملت الريباوند بتبعد احتماليه الاهلي من المكسب. فالنهارده في اسلحه ثابته دي مش هنقدر نغيرها. الشوتنج بتاع نادي الاتحاد السكندري والنهارده قوه البريتريشن بتاعه الناس واحد زي عمرو الجندي واحد زي اهاب امين دول قوتهم مع الناس البيفوتات اللي هي بتخش تقدر تعمل السكند شوت هي دي الاسلحه. انما طريقه الجيم لا مش هتقدر تشوفها غير في الجيم نفسه اثناء جيم ومتغيره من كل جيم. استاذنك كابتن ميشو استاذنك كابتن السلعاوي خلينا نروح لصالة واحد باستاد القاهرة وطبعا زملائنا الأعزاء هنا بالقاسم وسالة حامد عشان ننقل لحضراتكم أجواء ما قبل المباراة. الحقيقة صالة واحد وحشتنا كتير. اتفضلي هنا. يا مساء الخير عليك يا كابتن هيثم وعلى ضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي الكبار كابتن محمد السلعاوي وكابتن امام عبد البديع وطبعا على زميلتي سلا وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم من داخل صاله واحد الصاله الرئيسيه باستاد القاهره هنقول لكم بقى كل الاجواء وكمان استعدادات الفريقين والمباراه المرتقبه واولى مباريات نهائي دوري السوبر بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. يعني طبعا احنا الحقيقه على موعد مع مباراه كبيره جدا اكيد النادي الاهلي ونادي الاتحاد. الحقيقه يعني طبعا في نديه كبيره جدا بين الفريقين في كره السله. كمان طبعا تواجد الجماهير في مباراه النهارده اكيد هيكون ليه دور كبير في ان احنا يعني نتابع مباراه ممتعه. الحقيقه كلنا طبعا عندنا طاقه كبيره جدا في رجال النادي الاهلي برغم من صعوبه سلسله المباريات لكن ان شاء الله بيقدروا يحسموا لقب دوري السوبر لصالحهم. طبعا النادي الاهلي كان قدر يتفوق على الزمالك في نصف نهائي طبعا دوري السوبر بنتيجه 3-0 الحقيقه شفنا اكتساح من رجال النادي الاهلي عشان بقى يحجزوا مقعد في النهائي. اما عن فريق الاتحاد فقدر ايضا يفوز على فريق سبورتنج بنتيجه 3-0 في نصف النهائي. والحقيقه كانت مباريات ممتعه جدا بين سبورتنج والاتحاد لكن فريق الاتحاد قدر في النهايه الحقيقه يحسم الفوز على سبورتنج عشان بقى يواجه نادي الاهلي في النهائي. طبعا زي ما احنا عارفين انه دور النهائي بيقام بنظام بيست اوف 3. المباراه الاولى هتكون النهارده يكون في مباراه يوم كمان 9 و11 ولو طبعا بقى لجأنا للعب مباراه ثالثه ورابعه هيكون يوم 13 و14 لكن ان شاء الله بقى رجال النادي الاهلي يحسموها لصالحهم وما نضطرش نلجا لمباريات اضافيه. يعني طبعا يا سلا زي ما انا قلت احنا على موعد مع مباراه كبيره اكيد رجال النادي الاهلي وكمان رجال الاتحاد السكندري بيستعدوا بشكل قوي جدا للمباراه. فعايزينك بقى تكلمينا عن استعدادات الفريقين. بالتاكيد يا انا زي ما انت قلتي بشكرك جدا بس طبعا خليني في البدايه ارحب بكابتن هيثم وبضيوفه الكرام وكابتننا طبعا الكبار في الاستوديو كابتن محمد السلعاوي والكابتن امام عبد البديع وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وتاكيدا طبعا على كلامك يا هنا بالتاكيد يعني مباراه اليوم مباراه طبعا صعبه جدا دور النهائي ما بين الاهلي والاتحاد السكندري وزي ما انت قلت يا هنا طبعا بيقام بنظام ذا بيست اوف 5 في بطوله الدوري السوبر لكره السله. كمان خليني سريعا يا كابتن هيثم طبعا انقل لحضراتكم كل الاستعدادات طبعا والكواليس لفريق النادي الاهلي وفريق نادي الاتحاد السكندري. طبعا خليني ابتدي بالبدايه مع فريقنا فريق النادي الاهلي تحت قياده مستر جاستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. طبعا خليني اقول لك يا كابتن هيثم وطبعا اقول لك يا هنا انه مستر جاستي بوش يمكن طبعا زي ما كنا شفنا او زي ما انت قلت يا هنا النادي الاهلي تاهل للدور النهائي على حساب نادي الزمالك في 3 مباريات من اصل 5 مباريات في سلسله ذا بيست اوف 5. بعد كده الفريق طبعا سافر وكلنا شفنا راح طبعا عشان يشارك في النهائيات من بطوله البي اي ال في رواندا ولكن طبعا للاسف النادي الاهلي يمكن طلع من البطوله بدري من الدور الثمانيه من البطوله. يمكن من بعد طبعا ما النادي الاهلي طلع من البطوله البي اي ال يمكن خليني اقول لك يا كابتن هيثم انه مستر جاستي بعد ما رجعوا على طول القاهره يمكن منح لعيبه النادي الاهلي راحه لمده يومين وبعد كده رجعوا يتمرنوا بشكل طبيعي جدا على صاله النادي الاهلي ولكن بعد كده قرر يمكن قبل المباراه بيومين انه الفريق يتمرن هنا على ملعب المباراه استاد القاهره الدولي. يمكن الفريق استعد كمان بشكل طبيعي جدا يا كابتن هيثم. يمكن الفريق كمان النهارده كان في محاضره فيديو قبل موعد او قبل وجبه الغداء
ما بين مستر اوجستي بوش وجميع اللاعبين. طبعا كان بيتكلم فيه على بعض النقاط المهمه، نقطة ضعف القوة عند نادي الاتحاد السكندري، تنبيهه طبعا على انه لازم نفوز او يعني ان احنا نسيطر على سلسله ذا بيست اوف 5 من بدري، ان احنا نفوز يعني في المباريات من بدري، ما نسيبش نفسنا طبعا للمباراه رابعه ومباراه خمسه. يمكن طبعا زي ما انت عارفه يا هنا يمكن المباريات كلها بتبقى صعبه بالاخص، يمكن يعني ذا بيست اوف 5، لكن طبعا المباريات بتبقى صعبه، ما نحبش ان احنا نسيب نفسنا للمباراه رابعه وخمسه. كمان خليني استعرض لحضرتك يا كابتن هيثم يمكن السكواد ليست او اللعيبه اللي هتشارك في مباراه اليوم من فريق النادي الاهلي. البدايه هتكون مع ايهاب امين، عمر عزب، مصطفى كيجو، وعمر الجندي، عمر طارق، سيف سمير، والمحترف براندن، مروان سرحان، كريم حاتم، محمود وليد، واحمد مهيب، ومحمد ابو النصر. كذلك ايضا نفس الاستعدادات هتكون بالنسبه لهنا للاتحاد السكندري طبعا تحت قياده الكابتن احمد عمر. يمكن الفريق ايضا استعد بشكل طبيعي جدا ووصل القاهره قبل المباراه بثلاث ايام ودخل في معسكر مغلق واتمرنوا بشكل طبيعي جدا على صاله ميت عقبه، طبعا صاله نادي الزمالك. وايضا كان في النهارده محاضره فيديو ميتنج ما بينه وما بين جميع اللاعبين. وكمان خليني سريعا استعرض مع حضرتك السكواد ليست او طبعا السكور شيت بالنسبه للاعيبه نادي الاتحاد السكندري. البدايه هتكون مع ديكسن، عبد الرحمن خالد، يوسف شحاته، هيثم كمال، احمد عادل، ميدو طه، انس اسامه، يوسف شوشه، احمد بيبو، ياسر صالح، علي احمد، وجاسر الكيكي. يمكن دي كل اللعيبه ودي كل الاستعدادات بشكل سريع يا كابتن هيثم بالنسبه لفريق النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. يمكن زي ما حضرتك طبعا شايف الاجواء ورايا، يمكن زميلتي هنا ابو لازم طبعا هتطلعنا اكتر على الاجواء زي ما احنا شايفين يا هنا. يمكن طبعا عمليات الاحماء، اجواء الاعضاء او الجماهير، كلمينا اكتر طبعا عن الاجواء. يمكن شايفين برده في النهارده تغيير بسيط في ملعب المباراه، عايزين نعرفه منك. صحيح يا سالا، يعني زي ما زميلتي سالا قالت الاجواء الحقيقه داخل صاله استاد القاهره اكتر من رائعه، زي ما كنت قلت في البدايه انه طبعا في حضور جماهيري، واكيد ده طبعا بيعطي طعم خاص لاجواء المباريات، واكيد بيبقى في حماس اكتر لدى اللاعبين بوجود الجماهير. يمكن كمان شركه تذكرتي كانت اعلنت عن نفاذ جميع التذاكر، يعني زي ما قلت على موعد مع مباراه كبيره جدا بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. كمان بقى خلوني اقول لحضراتكم انه هيكون اكيد في وجود لبعض طبعا اعضاء مجلس اداره الناديين، وهيكونوا طبعا مشاهدين للمباراه الحقيقه في ارض الملعب، ويمكن ده الحاجه الجديده في المباراه النهارده. وكمان هيكون في طبعا بعض من اعضاء الاتحاد المصري لكره السله، وايضا هيتابعوا المباراه من ارض الملعب. وكمان اكيد في بعض من عائلات اللاعبين موجودين بقى في صاله استاد القاهره عشان يدعموا الفريقين. يعني زي ما قلت احنا كلنا متحمسين الحقيقه، عندنا ثقه كامله في رجال النادي الاهلي. ان شاء الله بقى كالعاده يكونوا يعني على قدر الحدث، واكيد نهائي دوري السوبر، ويفرحونا بالفوز في اولى طبعا جولات نهائيات دوري السوبر. اكيد ان شاء الله بقى نكون كالعاده مع حضرتك ونعمل بعض اللقاءات مع النجوم بعد الفوز في اولى مباريات طبعا نهائي دوري السوبر. يعني دي كانت كل الاجواء وكمان استعدادات الفريقين، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هنا ابو القاسم وطبعا سالا حامد بشكركم شكرا جزيلا. الحقيقه يعني غطيتوا لنا كل النقاط زي ما حضراتكم شايفين، كمان التسخين في طبعا خلفيه الصوره الاتحاد والاهلي فول تيم، يعني احنا الاتحاد فول تيم، النادي الاهلي طبعا حضراتكم عارفين الغيابات اكتر مني دلوقتي المصابه والغيبه عن صفوف النادي الاهلي. كابتن سلاوي اجل حضرتك النهارده النادي الاهلي عشان يعني بحكم المباراه اللي احنا تابعناها اللي فزنا فيها، ايه اللي كنا بنعمله عشان نفوز في المباريات اللي دايما كنا بنفوز فيها؟ هو المفروض ان احنا لازم نوقف قوة الاتحاد السكندري، يمتلك قوة تحت الباسكت تتمثل في اكثر من لاعب، فلازم الناس دي لازم يتوقفوا الاول، او زائد ان لازم القطرات والبويت جارد يعملوا بوكسنج اوت علشان يبقاش في سكند شوت، يبقى هو تراي واحد بس اللي بياخدوه على الباسكت. لو فاست بريك الاتحاد بيعتمد على الفاست بريك، لازم حد يعطل الكوره في اول من اول الملعب عشان ايه يوقف الباص الطويل. لعيبه الاهلي لازم تبعد عن التوتر النهارده، ولازم يعني تحط قدامها ان دي مباراه هامه، لكن انا عايز افرض اسلوب لعبي على الخصم، عايز انفذ التعليمات بتاعه المدرب اللي قال لي عليها، اهتم جدا بالفاول شوتنج. الريباوند هو محور الاساس في المباراه دي. نعم. اللي يمتلك السلتين بيمتلك المباراه وبيمتلك الفاست بريك، فلازم الاتحاد السكندري يمتلك قوه ضاربه زي ما انت قلت من الثري بوينت او الشوط من خارج منطقه ثلاث نقاط، فلازم كل واحد ما يعني دلوقتي اللعيبه زي ما قلنا حافظوا بعض، انا عارف مين اللي بيشوط مين اللي بيخش، لكن كله برضو ده
لازم. خليني اقول لك كابتن ان الشوط مش بس ان اللعيب بيبقى واقف فاضي، ما انت النهارده لما بتعمل انسايد بنتريشن وتخش بيحصل كل لابس بتطلع، فهو ده اللي بيفضي. يبقى انا من الاول لازم اوقف الانسايد بنتريشن، لازم اوقف الدرايفات اللي بتخش عليها قبل ما تخش. ايوه، عشان اللي بيخش بالدرايف غصبا عني الديفنس بيكون لابس بيضم، فاللعيبه الشويطه بتفضى، وهو ده اللي الاتحادات الاتحاد وبيتميز بكده. دوله بيخش ويطلع، اللي عندك النهارده ميدو بيخش ويطلع ماتش كاس، ماتش نهائي كاس، شحات المحترف الامريكي، كاس المحترف داخل بتخش وتطلع، دخل وطلع بقى. فالنهارده انا مش بس ان انا افكر كمان تصلينا على كابتن الشوطه تقف كمان، انا اوقف الدرايفات. طيب خلينا نستعرض القائمتين بسرعه قبل ما نطلع للفاصل بتاعنا. كابتن ميشو، قائمه نادي الاتحاد، ولو ليك تعليق عليها استاذنك بعد ما تقول لنا القائمه يا كابتن، اتفضل. هما نادي الاتحاد غالبا ما حصلش اي نوع من التغيير، باستثناء يمكن موضوع باسم الليسي ودخول جاسر الكيكي، بادئ نفس الكلام مايكل ديكسون وعبد الرحمن خالد ويوسف شحاته وهيثم كمال ودولا ومحمد ميدو، ميدو طه وانس ويوسف شوشه واحمد ابو العلا بيبو وياسر صالح وعلي وجاسر الكيكي. يمكن هي التغيير اللي حصلت، يعني مش ده برده المشاركه بتاعه باسم الليسي او جاسر ما بتاخدش يعني اللي هي المساحه، فتقريبا ما فيش اي تغيير في ثابت التشكيل بتاع نادي الاتحاد، ما فيهوش اي تغيير يعني. اشكرك كابتن ميشو وكابتن سلعاوي. تشكيل نادي الاهلي، ولو لحضرتك تعليق بدخول لعيبه يعني كان مفترض انها تخش او ما تخش، يعني تعليقك على القائمه. اوكي، براندو اللاعب الامريكي المحترف رقم واحد، عمر عازب رقم 3، ايهاب امين رقم 4، عمرو الجندي رقم 5، مروان سرحان رقم 6، سيف سمير رقم 8، مصطفى كيجو 10، كريم حاتم 11، احمد مهيب 14، محمد ابو النصر 23، وعمر طارق 55. واعتقد اللي بره القائمه هو عمر عماد. القائمه زي ما هي ما تغيرش فيها حاجه، هم قوام الاساس النادي، وما زال مصابين غايبين يعني. هي بس كل ما نخشى التكيف ما بين الناس اللي في البال ما لعبتش والناس اللي لعبت، زي براندو ما لعبش في البال، احمد مهيب ما لعبش في البال، سرحان ما لعبش في البال، عمر عزب ما لعبش في البال. فالنهارده انت عندك اربع لعيبه من اصل 12 صح ما لعبوش في البال، تلت الفرقه تقريبا. فهي هل تكيفوا في الفتره اللي هي ما بين البال للمباراه دي، ماتشات الزمالك للان، ده اللي هنشوفه ان شاء الله. هنشوفه ان شاء الله. وخليني اقول لحضراتكم ان النادي الاهلي ونادي الاتحاد تلاقايا هذا الموسم 6 مرات. اول لقاء كان في البطوله العربيه في الدوحة وفي دور الثمانية، وفاز النادي الأهلي بهذا اللقاء. رجعوا من هناك لعبوا مباريتين دوري المرتبط، فاز نادي الاتحاد بالمباراة الأولى ونادي الأهلي فاز بالمباراة الثانية. عندك في لقاء السوبر أو في دوري السوبر التمهيدي الترتيبي في البداية، فاز نادي الأهلي على الاتحاد في المباراة اللي كانت هناك، ورجع تاني نادي الاتحاد فاز في المباراة اللي هنا. جينا بعد كده على مباراة الكأس، فاز نادي الاتحاد في المباراة اللي تابعناها على شاشة قناة النادي الأهلي. إذن تساوي الفريقين 3 فوز و3 هزيمة في اللقاءات المباشرة بينهما. كابتن، النهاردة وجود تحكيم أجنبي بناء على رغبة الفرقتين، شايف ده هيدي راحة نفسية وتخلي اللعيبة تركز أكتر في الفنيات، ولا الوضع هيكون إزاي؟ مليون في المية، مليون في المية. هقول لك، عايز أقول لك حاجة كابتن هيثم، حتى لو مستوى التحكيم في نوع أقل من التحكيم المصري، اللعيب عنده إيحاء إن الراجل ده لا جاي مع فريق نادي الاهلي ولا جاي مع فريق نادي الاتحاد. احنا خاصه ان هم بصراحه الثلاثه حكموا كاس عالم، كمان حكموا مباريات قويه في كاس عالم، والموضوع ده لو بصيت حصل قبل كده كابتن ياسر، احنا لما كنا مع بعض يمكن السنه اللي قبل اللي فاتت كانوا موجودين برده الحكام، في نوع من حتى السفاره لو فيها شك اللعيب خلاص مقتنع ان احنا عندنا برده اللعيبه سواء نادي الاتحاد او النادي الاهلي غير متقبل حتى لو بس كرة. خليني اقول لك يا كابتن بقى، يعني بيني وبينك محدش سمعنا، ما حدش سمعنا، عمر ما كان التحكيم عمر ما كان التحكيم الاجنبي حتى اقل يعني، للاسف يعني انا بفترض عمر ما هيجي لنا اسوء من المستوى اللي احنا بنشوفه. لا انا بفترض، انا بديك النهارده النهارده كابتن، النهارده احنا خلاص احنا متعودين. انت النهارده وانت كنت بتلعب قبل كده جالنا. طب خلينا يا كابتن استاذنك بس، لازم نطلع لفاصل يا كابتن ميشو. اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع، وبعد الفاصل خلاص هيبقى فاضل لحظات على المباراة، نطلع للفاصل وبعد كده هنروح لأرض الملعب. كل التمنيات طبعا النادي الأهلي النهارده بالفوز، ونتمنى في الأول والآخر المباراة تخرج بشكل جيد لكرة السلة المصرية. فاصل ثم المباراة مع معلقنا الكابتن أحمد مناع، ونلتقي بعد ذلك بين الشوط الثاني والثالث.